مدينة ساحرة يا أخ زيد، قصدي سيادة العميد أمجد. ساحرة وأصيلة، قديش مر عليها بساعتها قوية ومتماسكة، شامخة ومتماسكة وراسها مرفوع دائما، محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى. ولأنها محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى وشاملها برعايته، فالواجب علينا أنه نحميها برموش عيوننا. حب الوطن من الإيمان، صحيح يا شيخ عمار؟ صحيح صحيح شيخ عمار. الحقيقة في سؤالين حابب أسألك ياهم. تفضل. السؤال الأول محيرني وما عم لاقي له جواب، شو اللي دفعك أنك تتعاون معي لإفشال مخطط توفيق؟ السؤال الثاني. حابب اسمع الجواب الأول. سيادة العميد، أنت بتعرف بأنه العمة بتقول رب العالمين نحن ما شفنا بالعين بس عرفنا بالعقل، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. باختصار سيادة العميد، كل عمل بيقتل الأبرياء ويدمر منشآت لأولاد هذا البلد هو عمل مشبوه وعمل إجرامي ومعادي للدين، وفي واجب شرعي لازم نحن نتصدى لقلب. هذا العمل عم بيخرب البلد، وعلى كل إنسان مؤمن واجب محاربته. هذا واجب شرعي، الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرون بذلك، والسكوت عن أي عمل تخريبي هو مشاركة فيه ضمانا لأمن البلد. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شيخ عمار، السؤال الثاني سؤال محير وبيدفعني للشك الدائم. أين العمليات الجهادية ضد الصهيونية؟ يعني لماذا هي غائبة غيابا تاما؟ وأنا هذا السؤال محيرني مثلك. بفارق المواقع بيني وبينك وبحكم عملي ومعلوماتي، هذا مثار للشك والشبهة الدائمة. أنا بقول أكثر من هيك، هذا اتهام خطير. أول موطن للجهاد هو فلسطين، قضية فلسطين وشعبها وأرضها. أي شيء بيتصل بفلسطين هو أول واجب لأن للجهاد. ولقد أضناني هذا السؤال، ما سر هذا الصمت حتى تحول إلى شك ثم إلى اتهام؟ قلت لك في مكان ما، أنا واثق أن هناك اختراقا واختراقا خطيرا في موقع خطير. شيخ عمار، الموضوع لا يحتاج كثير من التفكير. ماذا تريد الصهيونية؟ تمزيق الأمة. كيف؟ بإثارة الحروب المذهبية وتصعيد العصبيات الضيقة وإيقاظها، ولعن الله من إيقاظها، وتغليب الاختلافات الثانوية العادية والتي هي من طبائع البشر ومن مسلمات الأمور على الصراع الوجودي التاريخي. باختصار، دفع الناس لخوض معركة هي ليست معركتهم. دفعهم لخوض معركة عدوهم بدمائهم. صدقت. وهذا يرتب على أمثالك من الذين دفعوا جيلا من الشباب في هذا الطريق إلى مراجعة شاملة. أتعرف لماذا؟ نعم، لأننا مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وضميرنا، ولسوف نسأل في الموقف العظيم بأي حق أبحتم دماء الأبرياء من المسلمين والمعاهدين، دماء شعبكم. ونحن علينا مسؤولية فتح باب التراجع لمن خدع وضلل. يدي بيدك والله يشهد. انظر، شوف، ما أجملها، ما أحلاها، ما أبهاها. وسيحاسبنا الله حسابا عسيرا إن لم نصنها.